الإباحة أو حكم الإباحة، الحكم التكليفي المباح، تعريفه في اللغة المعلن أو المأذون. أما في الشرع، ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، يعني يوجد تخيير. ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، يعني الله أو الشارع يعطي الخيار للمكلف، إما أن تفعله تفضل أو أن تتركه تفضل أيضا، لا يوجد أي طلب فعل أو طلب ترك، الموجود هو التخيير، أنت مخير بين فعله وبين تركه. أو بعبارة أخرى، ما لا يتعلق بفعله مدح ولا ذم. في فعله لا يوجد مدح، في تركه لا يوجد ذم، سواء. أو ما لا يثاب تركه ولا فعله، ولا يعاقب تركه ولا فعله. صيغته، هناك أساليب تدل على الحكم المباح، مثلا مادة الحل أو الإباحة، مثل لفظ أحل. وصيغة أخرى، رفع الإثم، الإثم رفع، ورفع الجناح أو الحرج، رفع الجناح، رفع الإثم، ورفع الحرج، مثل في قوله تعالى لا جناح عليكم. أو صيغة الأمر مع القرينة الصارفة عن الوجوب. صيغة الأمر، هو يوجد أمر ولكن هناك قرينة تصرفه عن الوجوب وتدل على الإباحة. وكذلك صيغة أخرى، استصحاب الأصل، يعني كيف كان أصله، الأصل في الأشياء الإباحة، كما وردت في القاعدة، الأصل في الأشياء الإباحة. يوجد هناك عبارات تدل على المباح، الحلال، الحل، المطلق، الجائز، هذه كلها العبارات التي تدل على المباح. وبالنسبة للأمور التي تدل على الإباحة، أولا مثلا إذا يوجد لفظ أحل لكم، ويوجد لفظ أذنت لكم أو أذن لكم، ويوجد لفظ لا جناح عليكم، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى. إذا يوجد كلمة الحل والإذن ولا جناح، معنى هذا أن الحكم هو للإباحة، سواء كان ورد في القرآن أو السنة. وكذلك أمر بالأمر الإباحة، مثل قوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي، هذا أمر، لكن الأمر للإباحة. امشوا في الأمر، كلوا في الأمر، لكن هذا الأمر ليس للوجوب ولكن للإباحة، مثل قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. ثانيا، ما الذي يدل على الإباحة أيضا؟ الذي يدل على الإباحة هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما لا يظهر فيه قصد القربة. النبي فعله ولكن لا يوجد هناك قصد القربة، لا يقصد التقرب إلى الله، لا يقصد الثواب، وفعله فقط هكذا، ولا يوجد القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك، وفعله ليس هناك نية للتقرب إلى الله. إذن إذا فعل النبي هكذا معنى ذلك مباح فقط. ثالثا، إقرار النبي أحد أصحابه على ما على فعل أمر، إذا بلغ ذلك النبي أرآه لم ينكر فعله ولم يكن فيه أمارة الوجوب أو الاستحباب. هذا مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأكل لحم الضب مثلا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر، لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم، إذن معناه مباح. أما إذا أنكر قد يكون مكروها أو قد يكون حراما. إذن هذا إقراره دليل على أن الأمر مباح فقط. رابعا، سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلبه ولا يطلب تركه،
Huna alladhi kultu lakum al-maskut anhu. Asyara sakata anhu. Mislu mada? Mislu asya kathira. Aklu sukar. An-naum ala firashil qutan. Au ay syai. Masalan antalbas at-taqiyya. Talbas sa'atul yad. Talbas nadharat. Talbas libas bilaunin muayyan. Hada kulluhu maskut anhu fi syara. Ma hukmuhu mubah. Hadhihi tusamma bi ibaha aqliyah. Kullu syai la yujad tahrim wa la yujad ijab wa asyara sakata anhu yusamma bi ibaha aqliyah atau ibaha asliyah. Hunaka qaidah kama qultu lakum al-aslu fil asya al-ibaha. Ya'ni ibaha aqliyah atau ibaha asliyah hadha annahu baqin ala hukmihi al-asli alladhi kana alayhi qabla wurud asy-syara'. Hunaka mustalahat muta'alliqa bil mubah. Fa mustalah akhar kama qultu lakum qabla qalil ibah aqliyah, ibah asliyah, al-afu atau ibah syar'iyyah. Hadhi kulluha tata'allaqu bi al-mubah. Al-ibaha asy-syar'iyyah hadha halal. Wa mustalah akhar al-maskut anhu, al-afu hadha bil haqiqah huwa maskut anhu atau al-ma'dzun fihi. Yujad al-hadith رواية سلمان الفارسي النبي قال الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه فاقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسى شيئا. في حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حد حدودا فلا تعتلوها وفرض فرائض فلا تضيعوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. توجد هناك إباحة عقلية وهناك إباحة شرعية. إباحة شرعية يعني ما نص الشارع على جواز فعله وتركه هذا يسمى بالحلال وإباحته حينئذ إباحة شرعية لأن الله سبحانه وتعالى يوجد نص. Nas yubih, nas yuhallil, atau nas ya'zan. Wa akhiran, fi qawaid fil mubah. Hunaka ba'dul qawaid fi al-hukmi al-mubah. Awalan, hal al-mubah dakhala tahta taklif atau la. Fil haqiqa, al-mubah laysa fi taklif, laysa hukman taklifiyan. Dan, min babil istilah, atau min babil taklif, wa tasamuh. أدخل علماء أصول الفقه المباح في أنواع الأحكام التكليفية الأخرى. ثانيا المباح قد يكون واجبا من حيث الأصل مثل الأكل. مثلا الأكل. الأكل قد يكون واجبا إذا كان مثلا الأكل للحياة فهذا يكون واجب وإن كان الأصل هو مباح. Lakin qad yakun wajiban idza yuaddi ila darar min tarkihi. Wa qad yakunu al-mubah aydan qad yusbihu mubah mustahab idza kana al-mubah bi niyyati at-taqawi 'ala al-ibadah mithl an-nawm. An-nawm mubah. Al-akl, al-akl mubah, lakin idza kanat niyyatuka ana anamu likay ataqawa 'ala al-ibadah. Ana akulu likay akunu qawiyan ala fi'lil wajibat. Idzan hadha al-mubah asbaha mustahab. Wa qad yakunu al-mubah aydan haram. Mata yakunu al-mubah haraman? Idza adda fi'luhu ila haram. Masalan, anta indaka ma' wa anta tastakhdim hadha al-ma' li siqayati az-zar'. Walakin an-nas yahtajuna ila hadha al-ma'. Idzan المفروض أن تعطي هذا الماء للناس للشرب لأنهم إذا لا يشربون يموتون ولكن أسقي هذا الماء للزراعة والأصل سقاية الزراعة بالماء هذا مباح لكن يؤدي هذا المباح إلى حرام لأن الناس يحتاجون إلى هذا الماء للشرب لأن حفظ النفس أولى والأخير الأصل في العبادات التحريم قائلة
والأصل في غيرها الإباحة. القاعدة تقول الأصل في العبادات تحريم، أما في غير العبادات في المعاملات في أشياء أخرى في الدنيوية كلها مباح الأصل حتى يدل الدليل على تحريم.